ارتحنا خلاص ونسينا وغلطنا عشان حبينا. مرحبا، كيفكم؟ معكم الفنانة الأردنية نداء شرارة. قضيتوا يعني بالبيت حالي حال الناس، التزمنا طبعا كلنا بالبيوت وكان في عدة نشاطات كان بدي أقوم فيها، فاستغليت الفترة هاي وعملتها. قرأت بعض الكتب وأيضا كتبت ولحنت أشياء جديدة. كل الفنانين ساهموا بأنهم يكونوا دور فعال في نشر التوعية بين الناس لحتى ياخذوا بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية لحتى يحافظوا على حالهم من هذا الوباء. زي ما حبيتوني راح أكون دائما، وإن شاء الله تكونوا عم بتحبوني وبتحبوا أغنيي، والتطور رح يكون بالأغاني أكيد. يعني إذا في تطور رح يكون بأغانيي إن شاء الله، وأنا دائما بحرص إنه أنا أقدم فن مختلف وفن راقي، وإن شاء الله يكون عم يوصل لقلوبكم الإشي اللي أنا عم بقدمه. يعني أنا بتمنى أكون من نجوم الصف الأول جماهيريا، والحمد لله أنا مبسوطة بالنجاح اللي أنا وصلت له، بالاسم اللي حققته، ومبسوطة بأغانيي اللي عم تنتشر والناس عم بتحبها. طبعا في كتير ناس لهم فضل علي بهذا الموضوع، أبرزهم الأستاذ جان ماري رياشي، اللي إحنا دائماً بنحرص إنه إحنا نقدم فن مختلف، فن جديد، فن راقي، وأنا وياه متشابهين بالأفكار. هو موسيقي من الطراز الرفيع، وأكيد في عنا كتير أشياء لسه بدنا نقدمها للناس وإن شاء الله يحبوها. هو أنت جيت منين؟ حبيتك بالتلاتة صارنا بتاع يومين، عايزك وباستماتة مبسوطة حبيتين. أنا بغني جميع الأشكال، وهذا الشيء اللي حبيت أبينه للناس بالألبوم الأول بعد عطرك. كان في ألوان مختلفة والناس حبت جميع الألوان، فما بعتقد إنه الفن لازم يكون يعني محتكر بشكل معين، لازم نغني جميع الأشكال. طالما إنه الواحد بيقدر إنه يؤدي هاي الأشكال بشكل يوصل للناس بطريقة حلوة، ف why not يعني. قدمت كشاعرة أغنية يا حبيب القلب مع الفنان الراقي جدا رامي عياش، وقدمت كملحنة قصيدة قد قال هاشم، لحنتها لفنان العرب الكبير محمد عبده. طبعا عملين أنا فخورة فيهم جدا، سواء كلام وسواء لحن، وإن شاء الله يكون في تعاونات قريبة مع فنانين آخرين. بتمنى يجي يوم من الأيام وأغني شيء من قصائدهم، لأنه أنا يعني أنا من أشد المعجبين فيهم وبحبهم كتير، وأنا على طول بقرأ لهم. لو مصمم إني أرجع وافتح بقلبي مجال، ابشري بعزك وافق لو تلبي هالشروط. إن شاء الله هلأ عم نشتغل على الألبوم الثاني، بتمنى ينال إعجاب الناس، لأنه إحنا هذا الألبوم أيضا رح يكون مختلف، رح يكون فيه لهجات متعددة، فانتظرونا رح يكون قوي جدا. يمكن أنا شيرين من ساعة البرنامج، أو مش يمكن، أكيد أني ما التقيت فيها من ساعة البرنامج لهلأ بسبب انشغالها وانشغالي، بس الأكيد أنه ما في بيني وبينها أي زعل أو أي شيء. بحبها وبكن لها كل الاحترام وبقولها كثير اشتقنا لك ومبروك على مش قد الهوى، زي ما عودتينا دائما، فنك راقي وأنت إنسانة جميلة.